لتجهيز أسطول الصيد البحري خاصة سفن صيد السردين كلها فيه جميع التسهيلات، خاصة استصدار الوثائق اللازمة من رخص الصيد، وكذلك يعني تجديد الرول ديكيباج لكل سفينة. فهذه يعني الصيادين ولا المجهزي السفن يتلقاو يعني المرافقة الدائمة لمصالحنا محليا عبر جميع الموانئ، من أجل أنه تكون في هذا الموسم إن شاء الله موسم وافر وتبشر بخير، خاصة يعني الأسراب اللي ظهرت الآن، أسراب الأسماك السطحية الزرقاء اللي راهي تظهر حاليا، وأيضا كما يسموه الصيادين الفرخ يعني السردين الصغيرة اللي راهي تظهر الآن، تبشر بالخير أنه يكون في إن شاء الله موسم جيد، خاصة مع تحسن الظروف المناخية، التيارات البحرية الدافئة اللي تساعد كثيرا على تواجد يعني العوالق البحرية البلانكتون اللي تجذب أسراب الأسماك في عبر السواحل الوطنية.